محمد بن عبد الله كل أبنائه ماتوا قبله إلا فاطمة، أتت لحقت به بعد 6 أشهر. الذي لا يعرف الله يستوحش. الدنيا دار كدر، الدنيا دار حزن، الدنيا لا تصفو. واللي يظن 1% أن الدنيا ستصفو له هو لا يعرف الدنيا. تصفو لك وما صفت لمحمد عليه الصلاة والسلام. أحبابي جاع محمد فيها، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. جاع فيها، كسرت رباعيته فيها، شج رأسه فيها. محمد بن عبد الله كل أبنائه ماتوا قبله إلا فاطمة، أتت لحقت به بعد 6 أشهر. دمعت عينه، مات أحفاده على في حجره، وضع السلى على ظهره، وضع الشوك في طريقه، رأى أصحابه يعذبون وبكى، وطرد من الطائف، رضخت أقدامه حتى سال من عقبيه الشريفتين الدماء. أيبكي محمد ويجوع وأن تنبسط في الدنيا؟ لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما كانت الدنيا دار حزن وكدر، لكان محمد فيها عليه الصلاة والسلام ملك الرسول. لكن الله لا يريد يعطي أولياءه من هذه الدار. الله من حكمته جل وعلا وهو الحكيم الخبير أنه لا، إذا أحب عبدا زوى عنه الدنيا. ولذلك أحبابي إذا رأيت العبد يصب عليه البلاء، يموت ولد، تموت البنت، يخسر في الأسهم، تقطع رجله غرغرينة، فيه سكر، فيه ضغط، فيه كوليسترول، واحد من عياله ضال، وبنت من أبنائه ما تسلم عليه، والمرة مكدرة عيشه، والراتب ما يبقى منه شيء، وعليه دين يسدده، ومع ذلك مبتسم يقول الحمد لله، اعلم أن الله أراد به خيرا. كأنما أراد الله ألا يجعل جزاءه ولا مكافأته إلا في الآخرة. هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهؤلاء، هنيئا لهؤلاء.